عجبني باسكو باسكو بجدي الحمد لله لقيت الوقيف تاع بالك كيكون الساس حنايا وخرين كاع يتبعوا لا بروف تشوف خوالي انا تقول صحابي باسكو هما اللي رباوني باسكو نحبونا نكرهو بلوس الحاجه الكبيره سي جدي تحكي العمل تاعو كانه جاتنا كارثه تمناها واش دواتي انا الكبير فيهم احمد الاستاد مالح حسين كنت في الاستاد السلام عليكم السلام عليكم حسين دوكا طرانا في ملعب القلب انا بالنسبه لي سي صعب انا كي ندخل لهنا جو مسون شي موا لا كارير تاعك صنعتها طلعت صغير اون سينيور واش تحكي لنا الحراش كيفاش جوزتها شامبيونه ديتو شامبيونه كانوا مشاكل في الحراش كي حكينا شويه على الحراش شويه على هذا الحراش حياتي بور موا سي الفريق القلب هذه الاولى والحاجه الثانيه عندي دي طري بون سوفونير في الحراش في يعني في ليكيب ديالي علاش باسكو صنعت فرحه صنعت بهجه كبرت فيها عندي محبين تقاسمت معاهم الفرحه البكيه كلش نشفى لو برومي ماتش تاعي جيتي اون بلاصون بقى واحد لانكاردور تاع بريمير ميطون زكري تبليسا خرج سيتي مارونطري مارونطري وين دخلت شكون هذا عباك الناس تاع الابار اللي كانوا يتبعوا لي جان اللي يعرفوني باسكو الشعب كيكون بزاف ما يعرفش شكون هذا يا بداو الناس شكون هذا وكذا وكذا بقات واحد 9 مينوت لافا اكسيون هي في الكوتي مع العايب جي في بتيت فانت رحت عاوت وليت دخلت له وضربني سيتي البيناتي وانا غاني 1-0 ومن تما كونتر من كانت هذيك سياسي كوم ديبي كانت مع السياسي كوم عندي بي سيتي السياسي كيفاش قررت تغادر الحراش تروح عندي واحد اخر لعبت مولودية الجزائر لعبت في الموك لعبت في شبيبة بجاية ولعبت في العلمة وفي كل مرة تغادر تعاود تولي للحراش سي سي باسكو شوف حكي لنا شوية على التغنقول تاعك الحاجة الأولى اللي خلاتني نغادر الحراش هي كوتي فينونسيير باسكو كانت عندي عائلة وجيتي اوبليجي باش نوبرجي العائلة تاعي ونحطهم في دي كونديسيون ملاح دارهم لازم دار لازم دار ايبا لا بريمير سورتي تاعي كانت البليده جي بارتي ا بليده قبل ما نروح للمولوديه رحت للبليده وقت الزعيم ما برومي درامني ان ابارتمون بلوس سان بو دارجون درت ستاج معاهم برسك جي ريستي افيك برسك ان موا اي كلك ومن بعد سي طول ما جابليش مفاتح وانا سخنت قصر هذاك الوقت كان على الحق على كل حال كان الشيخ ايغيب مزيان قلت له شيخ انا عطيت لك كلمه وراني وفيت بالكلمه تاعي راني وصاج الدنيا والسيد ما جابليش الاخر جاب لي دراهم قلت له انا ما نسحقش دراهم نسحق الدار انا ماذا بيا دارنا تفاهمنا على حاجه قلنا الدار من بعد ابدا كيما نقولوا حنايا سمعنا تعيط لسمعنا عيط سمعنا ما عيط لي العيب قال لي جي تروفي اون سوليسيون تو فيان تو اي با صوتيت هربت من كازيرنا في الليله هذيك وجدت الباجاج تاعي غدو من داك الصباح حطيتها لا بولون مع الحراش كي جيت قلت لك لي وجدو والبروبليم تاعي تحل هذاك العام دينا شامبيونا موراها بليتو دينا شامبيونا مور شامبيونا بعام كنت ديت دار في الحراش كي عاود وليت وي كنت ديتها حسين راضي على مشوارك الكروي على العلم انك لعبت في انديه لا الحمد لله انا نقول لك الحمد لله جست على سان كلوب جي با فيو دو كيما نقولوا ما لقيتش مشاكل كبيره ولا الحمد لله
مديت واش عندي عمري الا خنت حاجه ولا لحقت باش نتريشي ولا ندير حاجه ماشي مليحه باش نقول لك جست كوم ان غران جوور كوم نا جي ان باساج سامبل جو بونس كو ما فيهش عيوب كبيره وان شاء الله ان شاء الله نكون عطينا حق الانديه اللي جسنا فيها حسين كفوتبول قدم لك شويه حياتك كنت تقول كنا قيس قيس في المعيشه كويس نورمال بارابور للناس اللي كانت تسبق منا كانوا ناس ما يدوش كما دينا احنا من بعد ودوك الناس راهي تدي ما خير منا واش كنا ندو حنايا يقول لك كل وقت وقته كل بيريود وقتها الحمد لله انا استنفعت بهذاك الشيء الحاجه اللي ديتها الحمد لله نفعتها للعائله تاعي وللمعيشه اللي عشتها نحمد ربي لين نهار على الصحه اللي عطاها لنا ربي سبحانه وعلى الحاجه اللي ديتها من الفوتبول هذايا